نبدأ بقى مع حضراتكم أول أخبارنا، وكان مشهد برضو مبارح من مشاهد الرائعة جدا. يعني إحنا بنتكلم دلوقتي إن توجه الدولة بيتكلمك في الرياضة والاهتمام بالرياضة وعلى جميع الأصعدة وجميع الفئات، لما يجي نقول كلام بس يترجم كمان على أرض الواقع بشكل حقيقي، وكل يوم إحنا بنشوف أو بنشهد افتتاح لاستاد، افتتاح لمنشأة، افتتاح لمدينة، فحاجة بجد في غاية الاحترام. امبارح بقى قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجولة تفقدية لعدد من المشروعات والمواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضمنت هنا مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية. المدينة دي بتعد أكبر مدينة رياضية أولمبية متكاملة على مستوى الشرق الأوسط، تمت إقامتها بالتنسيق مع جميع الاتحادات الرياضية الدولية طبعا أو طبقا لأحدث المعايير والقياسات الفنية العالمية لكل رياضة. بتتضمن المدينة، خليني أقول لحضراتكم، استاد دولي بسعة 90,000 متفرج، صالتين مغطيتين بسعة 15,000 و 8,000 متفرج على التوالي، مجمعات أولمبية للسباحة، أنشطة الفروسية المتكاملة، التنس والسكواش وغيرها من الرياضات، إلى جانب ميادين متنوعة كمان للقوس والسهم والرماية التقليدية والإلكترونية والخرطوش، مضمار لألعاب القوة، كمان مستشفى طبي رياضي متكامل، وفندق مجهز لاستضافة الوفود الرياضية، ده فضلا عن المرافق الإدارية اللازمة لاستيعاب حركة الزائرين والمترددين على القرية. كمان في مسجد بسعة هنا 500 شخص، وأماكن انتظار الحافلات والسيارات وجميع الخدمات الأخرى. يعني مدينة أعتقد ما فيش حاجة ناقصاها كريم. مظبوط، تعد فعلا المدينة دي يعني أو تعتبر إضافة ضخمة جدا للبنية التحتية في مجال النشاط الرياضي الدولي في مصر بل وفي المنطقة العربية كلها الحقيقة، وعلى طبعا نحو بيؤهل مصر جدا لاستضافة وتنظيم كبرى المسابقات والفعاليات الرياضية العالمية على أعلى مستوى، فضلا عن دور المدينة المنتظر لنشر ممارسة الرياضة على المستوى الوطني وإتاحة استخدام المنشآت الرياضية الحديثة لكل المواطنين من كافة الفئات ومن كافة الأعمار. اللي حصل انه صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بان السيد الرئيس وجه بضروره الاستمرار في مراعاه الالتزام بالجدول الزمني المحدد لاتمام تنفيذ المشروعات بالعاصمه الاداريه الجديده، طبعا وفقا لاعلى المواصفات والمعايير، مع الاخذ في الاعتبار الالتزام الدقيق باجراءات الوقايه من فيروس كورونا، طبعا حفاظا على سلامه جميع العاملين في كافه المواقع. أنا شايف إن ده كلام جميل، وأعتقد كلنا المفروض حقيقي نكون سعداء بما يتم في بلدنا من إنجازات كل يوم، أو بنتكلم فيه يعني تغيير كل يوم ملموس على أرض الواقع مش مجرد حديث يعني بيدار.